السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع أفلام. النهاردة جايب لكم موضوع جميل جدا، وهتكلم عن 15 رؤية تدل على تحقيق الأمنية الغالية إن شاء الله تبارك وتعالى. هل في معاني أو في رؤى لما أشوفها تدل على تحقيق الأمنية؟ أي نعم. أول رؤية معانا وهي رؤية البنت العزباء وهي تخبز الخبز. بنت العزباء شافت ان هي بتخبز الخبز او ان هي صنعته وواقفه تخبزه وتطلعه من الفرن والكلام ده. هذه الرؤيه تدل على تحقيق امنيه غاليه لها ان شاء الله. ايضا البنت العزباء رؤيتها للفخار، الاواني الفخاريه. هذه الرؤيه بالنسبه للبنت العزباء تحديدا تدل على تحقيق الامنيه. رؤية هدية الخبز، هنا ما قلتش للعزباء ولا غيره، يبقى الرؤية اللي ما خصصهاش تبقى لأي شخص، اللي بتحتاج تخصيص بخصصها. هدية الخبز تحقيق أمنية. رؤية الأبواب الحديدية تدل على تحقيق أمنية. رؤية الجوارب النظيفة الغير متسخة للشاب الأعزب. جوارب اللي هي زي ما بنقول عندنا كده في مصر اللهجة المصرية الشربات اللي بتلبس في القدم. فالجوارب النظيفة للشاب الأعزب هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية. الرؤية العجيبة اللي من الممكن المرأة الحامل، يبقى الرؤية المين للمرأة الحامل، إن المرأة الحامل تستغرب جدا لو شافتها، ومستحيل هيجي على بالها إن معنى هذه الرؤية تحقيق أمنية، ألا وهي نطح الخروف لها في المنام، تحقيق أمنية. رؤية الحبر الأخضر للبنت العزباء، تحقيق أمنية. رؤية الزواج من شخص معلوم أو معروف، تحقيق أمنية. رؤية الخوف الشديد في المنام والبكاء بدون صوت، تحقيق أمنية. رؤية الوشاح الأخضر، الوشاح الأخضر، هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية غالية صعبة المنال إن شاء الله تبارك وتعالى سوف تتحقق لها. رؤية الشاب أن هناك فتاة تخطبه في المنام. أنتم متخيلين أن في شاب، يعني شاب يرى أن بنت عزباء في المنام تخطبه، سبحان الله العظيم. هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية شراء العطور، هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية. رؤية العثور على المال بالنسبة للمرأة الحامل، هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية. رؤية صلاح الأحوال في المنام، يعني إيه صلاح أحوال؟ يعني أشوف إن حالي انصلح، حالي بقى كويس في الرؤية، هذه الرؤية تدل على تحقيق الأمنية وصلاح الحال أيضا. رؤية طلوع الصبح، طلوع الصبح، هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية. رؤية صلاة الفجر، تحقيق أمنية. أدوات المطبخ تدل على تحقيق أمنية. رؤية التجول في المول أو السوق للشاب والشراء من هذا السوق أو المول، هذه الرؤية تدل على تحقيق أمنية. تظنون في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.